نفعل بها مع الإخوان، ومن بعد نشرفوا المقاطعة الحي الحسني، نعتبره كمجلس المقاطعة سواء الأغلبية ولا المعارضة، بأن الورش ديال الثقافة ممكن نشتغلوا به جميع، وممكن يكون الحي الحسني هو واحد الفضاء راح لكل التيارات الفكرية وكل الحساسيات اللي في الحي الحسني. بمعنى المقاطعة كتعبر على المجتمع، إذا المجتمع خصو يمثل نفسه ويلقى ذاته ويلقى المقاطعة، كتوفر ليه كل فضاءات النقاش الفكرية باش يمكننا نأهلو المواطن في الحي الحسني. وبالتحديد إذا المدخل البداية كانت من الموضوع ديال المرأة، الحفل ديال 8 مارس، المرأة أساسية، الدور ديالها أساسي ومركزي. أنا راه على كدير التعليم فترة ديال 23 سنة، فيما كنلقى شي تلميذ ولا تلميذة متميزة كنلقى لو فوايي متوازن، كنلقى الأم حاضرة بقوة، بمعنى في إطار التفاعل مع لوكوب ديال لو فوايي، بمعنى هذه التجربة كنديرها نرصدو ديما. فاش كتلقى التلميذ كاين مشكل ديال عنده في الدراسة، كنقلب كنلقى دائما كاين توتر في الأسرة، وكيكون بمعنى ما كيكونش الانسجام وما كيكونش التناغم. فاش كتكون الام المراه واخده زمام الامور كتنجح العمليه وكتلقى التلميذ دائما متفوق وبكل قوه. بغيت نتساءل مع كل المتدخلين، هو الدستور كان متقدم في 2011 ولكن المدونه 18 سنه، الملائمه مطروحه، الراي ديال الاخوان إذا الملائمة أكثر يلفظ 146 الدستور كيدير هذه الإشارة هذه ديال الملائمة، ولكن حنا باقيين كنتسناو علاش الدستور راسو في حد ذاته واخا كيبان من الناحية الشكلية متقدم هو جيل متأخر. علاش؟ فاش الدستور في واحد الفصل كيعرف طبيعة الدولة بمعنى 10 ديال التعريفات ديال النعوتات، بمعنى فاش كيكونوا 10 ما كاينة حتى حاجة، بمعنى الدولة براسها الفوق تالفة. إذا هنا في كنلقى أنا علاش من 2011 ديال الدستور إلى يومنا هذا ما باقي ما كاينش تغيير المدونة. وتحياتي للوطن الكريم وكل المتابعين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.